نفتح النقاش من الناحية الاجتماعية في ظل انتشار بعض الفيديوهات التي يكون الغرض منها عادة أسباب مجهولة، لكن نجد بعد التحري أن هناك تضليل، هناك تشهير، هناك قصص وهمية يتم عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد الفيسبوك. كثير من الأحيان أكيد راح تلقى استعطاف العديد من الجزائريين، لكن في آخر المطاف هي مجرد قصة وهمية. كيف تصف أو كيف تقرأ هذه الظاهرة من الناحية الاجتماعية؟ أولا شكرا أستاذة ماجدة على إتاحة الفرصة من أجل مناقشة هذه المواضيع يعني الهامة والمستجدة في يعني مستجدة في العالم بأسره والمستجدة أيضا في الشارع الجزائري. في الحقيقة الترويج والإشاعة الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة نظر المجتمع ووجهة نظر سوسيولوجية يمكن الكلام عن شقين، الشق الأول ألا وهو الاختلالات الوظيفية، والشق الثاني هو البدائل الوظيفية. إذا تكلمنا على الاختلالات الوظيفية، الاختلالات الوظيفية حينما تكون هناك اختلالات وظيفية في المجتمع فإن هذا الترويج والإشاعة الكاذبة أو القذف باللغة ربما لغة رجال القضاء، الاختلالات الوظيفية هي ضعف الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، منها الإعلام، القضاء، هيئات الرقابة. حينما تضعف هذه الصلة هناك ما يسميه روبرت ميرتون يسميه البدائل الوظيفية، يعني هناك بدائل لهذه المؤسسات ألا وهي البحث عن المعلومة بطريقة سهلة، والبحث عن يعني الكثير من الناس لو نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي سواء اليوتيوب أو الفيسبوك نشوفوا بأنه الفرد هذا الفرد الساذج الذي يبحث عن الفضائح والأخبار غير السارة والسيناريوهات الخيالية اللي كنت أنا. طيب أستاذ علي وفي هذه الجزئية هل تعتقد بأنه هذا راجع إلى المتلقي في حد ذاته اللي بإمكانه أن يصدق أي شيء يجده عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو صراحة الإنسان صراحة قلت بأنه في ضعف مؤسسات الدولة يصبح الإنسان يبحث عن المعلومة في أي مكان. لأنه لماذا أنا أتكلم حينما نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي سواء اليوتيوب أو الفيسبوك أو التويتر؟ لأنه الهاتف الذكي أسهل من الوسائل الإعلامية الأخرى، من الجرائد أو للإذاعات الوطنية أو التلفزة، لأنه الهاتف الذكي دائما مع صاحبه سواء في سفر أو في المقهى أو في الشارع أو في أي مكان آخر. لذلك هي مواقع التواصل الاجتماعي تسهل إعطاء المعلومة دائما في جيبك. يعني أصحاب هذه المواقع يستغلون سذاجة الناس من أجل تمرير رسائل مشفرة لغرض ربما إثارة الفتنة. وهذا الناس هؤلاء الناس لديهم دائما أحقاد، وعندنا الكثير من الأمثلة داخل الوطن أو خارج الوطن من أناس لديهم أجندات خارجية، ناس ربما لديهم أمراض نفسية. صراحة دائما نقول بأنه من المفترض أنه الفرد لازم يشوف المنبع هذه المعلومة، يشوف شخصية هذا، يعني من غير المعقول أنه حراق مثلا يصبح يعطي المعلومات، من غير المعقول بأنه مثلا معلق رياضي مثلا يصبح يأثر وينظر ويعطي المعلومات للناس. من المفترض بأنه هناك قنوات رسمية، يعني إذا تكلمت على القنوات الرسمية نقول بأنه المعلومة يجب أن تكون من وسيلة رسمية حتى تتحمل هذه الوسيلة مسؤولية المعلومات يجب أن تكون علمية أو صادرة من مؤسسة علمية إعلامية حكومية رسمية غير منحازة. لذلك نشوف بأنه في هذا الانفجار المعرفي في مواقع التواصل الاجتماعي، في هذه المعلومات، في هذا الفوضى الموجودة في الفيديوهات، يعني يوميا ملايين الفيديوهات اللي رانا نشوف فيها، ونشوف بأنه هذا الفيديو تاع مصطفى باشا كنموذج حي لهذا القذف وإثارة البلبلة
من مشكلة غير موجودة تماما. والناس راه يتصدق، لأن نقول بأنه الإشكال ماهوش الإشكال في الإنسان اللي راه يدير الفيديو، الإشكال في المتلقي أو المرسل إليه. المرسل ربما عنده أغراض، لكن من المفترض بأن المتلقي يتحرى أكثر يعني عن الحقيقة، ليس مباشرة يصدق ما يتم الترويج له عبر الفيسبوك. جزيل الشكر لك الدكتور علي علي، والمختص في علم الاجتماع، أقول على هذه التفاصيل اللي قدمتها بخصوص هذا الموضوع، جزيل الشكر لك.